طلاق مطربة مصرية بعد 15 سنة زواج، من هي وماذا قالت؟ أعلنت المطربة المصرية مي فاروق انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر لمدة 15 عام، مؤكدة أن ذلك الأمر حدث قبل أشهر قليلة. ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك صورة جمعتها بأولادها وعلقت عليها كاتبة: تم من شهور طلاقي عن أبو أولادي، ومن بعدها اكتشفت ان احلى واجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع اولادي حبايبي زينة ومالك، ومن ثم شغلي. ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي، واولادي هم كل حاجة ليا. وتابعت: اكتشفت ان ربنا اعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الارض. اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم بعدما تم طلاقي عن والدهم من شهور. كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت، قدر ربنا الحمد لله. اكتشفت انهم ظهروا سند ليا وحقيقي، هم اصدق حب، احلى علاقة حب في حياتي. ولادي سعيدة وفخورة بيهم، ودعواتكم ليا بالتوفيق في شغلي.